هناك جلسات معقولية ترى أو أنت هذا تعقد الحال واللي خصم إلى مجموعة ملاحظات ومجموعة من المقترحات الجيدة جدا والتي نتمنى أن تراهم. سيد الرئيس ارتباطنا بهذا المجال يستمر جمالا، ربما لا أبشركم وهذا رقم مخيف أن مدينة أسفيت تقرر الركبة الثانية وطنية على مستوى حواريس، ثانيا على مستوى حواريسين بالرغم أن هناك مدن أخرى كبيرة لا تصل إلى معدل حواريسين كتنتاج تبديل. إذا يجب أن نقعد من الأسباب أننا نقوم بسياسة التشوير وإيجاد مطعمات، نعم، لكن هناك إجراءات أخرى واجبة. ألم كلنا كنزور في المدينة وكنشوف الحالة المهترئة ديال الطرقات ديالنا وكيف تم استحداث الطرقات ديالنا؟ ترى مجموعة الشركات كيجي كيحفر لك هناك قبل كيتغسل كيدخل لك المدينة كيخترقها ولا يتم إجراء الحالة إلى ما كانت عليه. ونحن نعلم جيدا أن الفرقة هذا يجب الحفاظ على جمال المدينة، ينمي بما قدرتها خصوصا في قطاع الشبكة الطرقية. ما نقدرش انا كمنتخب جماعي وبعد اعتبار وزير المدينه، ما نقدرش كمنتخب جماعي يمكن نبدا الساكنه وهذه ممارسه دائمه مستمره بدون دخل في السيد الرئيس ولا شرع كبير على المستوى العام الشجاع. واعرف كذلك مواقفك ان الموقف اليوم على هذه الممارسات اللي كان فرصه الدوله ما كان باش يدخل الدخله لنا. الشركه كانت فرصه كبيره. تعطي سلام الله غير كما بيكون نوعه، لان الشرع الساكنه من الناس اللي كانوا فينا كنجي كنوصل الشارع وكنمشي بحال هادي. اذا في غياب ديال هذا المجلس وانا اعلم مشكلاتكم اتمنى ان تدخل هذه الامور على الاتفاق. كذلك اليوم دي دار السي الرئيس على مستوى التصاميم المدينه يعطي العمل كيقول لك انا زعما ما تقدرش تمشي اليوم راه كاين شارع كيتحمل الضغط ديال كافه وسائل المرور. لا عطي سبعة المدخل ديال كافه المرور اللي مسؤوله نفكروا اليوم انا ندير الشوارع على مستوى قريه الشمس ولا على مستوى مرجان ربما السياسه اللي كديروها السي الرئيس واللي هي غادي نكون فيها ان شاء الله تعالى ونفكروا زيدوا مع المدينه على مستوى قريه الشمس الطرقيه بطبيعه الحال من اجل انه ينقل المدينه وكذلك كنعطيو واحد النظره خاصه على شكل مدن اخرى. السي الرئيس كنتكلموا اليوم كذلك على المشروع كاين حركه كبيره على المستوى الوطني ما عرفتش في تسجيلات تنمي لهذ البلاد المغرب ما كنتمش فيه لا شوف انا كيف كانت شهادات في الناس فيه؟ الناس راهم خاصهم يخلصوا بالسيارات ديالهم بالمواطن ما يبغوش الشوارع في الدين لان كلنا ولا المدينه كلنا كنفهموا المواطن. واش كنا كنديروا تهبير ولا عندنا حس الدفاع؟ اللي تكلم الدفاع هو الواقع الاجتماعي. نعم الواقع الاجتماعي احنا عارفين في المدينه، مدينه قتلان، مدينه بغات مقبره ديال الاحياء كل جميع ما تفرقش شنو كتبني في الجزء الاول ديال الشروط الصحيه، هذا تهبير كبير المجلس غير مسؤول عليه ولكن الاسبوع كذلك مع السلطه المحليه الحكم العمومي راه اليوم كنشاهدوا ان الناس اللي عندها مطير وكذا كيف كيجيو كيجيو في الشارع العام وكيدير تهضر كيدير السياره في الشارع العام حتى واحد ما يتحرك السلطه المحليه ما تحركاش. المجلس المحلي احنا على دور اننا نمشيو نديرو الاطار السياسي ديالنا تبعوا الامور ديالنا حنا ما كاينينش السلطه المحليه ما كايناش واصحاب المطير ما كيضغطوا راه كيعطي ضرائب كيجيو عارفين كيف كاين الاعداد فين كاين الاعداد وهذا الضابط ديال السيما وهذا الشركه كلشي ما كاينش وكلشي كيتضاد هذا جانب ديال الملك العمومي يجب ان نكون حريصين. لماذا؟ لان الملك العمومي كذلك هو بيت للساكنه الشوارع بيت للساكنه هذا الشيء كلش اللي كيتزادو من دافع الدرائي هو العموميه الساكنه وبالتالي يجب ان نحتفي بشروط معيشه الساكنه ترقى الى المستوى وترقى الى اعتبار السلطه وتكاتب الناس المستويين اليوم كنعبروا عن وعي الناس المستويين خاصه في مستوى الحاله نخرجوا هذا المجلس انك صرف مواقف شخصيه او مواقف سياسيه تخص صراعيه شائعه كان تقدر الوقت تقدر الجهد ولكن كنت اسفي ولكن جميعا خاصنا نكون جميع وندير تجديد فيه كان هذا الشيء ماشي سهل نقول ماشي سهل كذلك السيد الرئيس اللي كنتكلم على الشوارع اليوم هو راك عطي الشوارع هي مظلمه بالسبب ديال ماشي من المجلس راه في مرجع واحد الشركه كانت في 19 هي تفرض على الشارع اكثر من 30 يوما تم توجيه اداره شركه اقتصاد المغرب ما دخلش وهي السبب كما كتبت في المسيره اذا كان هناك مؤسسه داخله المدينه منطقه في منطقه المجلس نعرفوها هناك مصادر اداريه هناك مصادر طلعت في الشخصيه لما ما كنمشيش علاش لكي تمر المواطن اليوم شوارع مظلمه شوارع مهدريه وقبل الحال نشرح وفاء اذا خاصنا نكون حاضرين انا من خلال المتحدثين المغربيين مجهود كبير
كثير من القرآن الكريم، ولكن شخصية جانب كثير من القرآن قوية، لأن القانون عندنا مساحة كبيرة، أن الحيوم ديننا نمي القدرات، وكذلك عندنا مستوى التفاق السياسي. وبالتالي إذا كانت من تشكيل لجنة، إلا تبت شي مستشار ولا شي منتخب ولا شي مسؤول، كبر شانو ولا صغر شانو، أما يستغل البؤس الاجتماعي اليوم، يجب تخدم شي كاين جهات المعنية السيد الرئيس، وننظفوا هاد البيعة ديال الاشتغال، ونوضحوه في إطار تحقيق الشفافية داخل هاد المدينة هادي. أنا السيد الرئيس ما يمكنش دوز هاد النقطة بردا وسلاما، ماشي في علمي، لا يكون هذا كلام داخل واحد الدورة اللي هي مسؤولة إطار المؤسسة الدستورية، ما يلوش هاد مأل. الله يكبر لكم السيد الرئيس، نتمنى أننا نديرو تقصي الحقائق والوقف على الحقائق، فما دار شي تقرير يترفع جهة مسؤولة، وما يمكنش نسمعو شي حد يوم يستغل البؤس الاجتماعي ديال المواطن المسؤول. شكرا السيد الرئيس.